العثور على جثة الطفلة ماجدولين التي جرفتها السيول بإيمزورن. عثر صباح اليوم الأربعاء على جثة الطفلة التي اختفت يوم أمس الثلاثاء في ظروف غامضة بإيمزورن إقليم الحسيمة. هذا وقد حلت عناصر الشرطة والوقاية المدنية بإيمزورن إلى عين المكان لانتشال جثة الطفلة الصغيرة ماجدولين. واختفت الفتاة البالغة من العمر 9 سنوات زوال أمس الثلاثاء قبل أن يتم العثور عليها في الواد المالح اليوم. ورجحت مصادر أن تكون قد غرقت في الوادي بعد التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المنطقة. وتركزت عملية البحث التي شاركت فيها عناصر الوقاية المدنية في مجرى الواد المالح، ولا سيما الأحواض المائية التي خلفتها الأمطار الغزيرة التي شهدها إقليم الحسيمة يوم أمس.